ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل واولى فقراتنا الحواريه النهارده في 10 الصبح في الاهلي، والحقيقه اللي هيكون لينا فيها كلام كتير في الكوره، خصوصا ان عشاء الساحره المستديره اكيد على موعد النهارده مع قرعه بطوله كاس العالم للانديه 2023، واللي بيشارك فيها الاهلي بطل دوري ابطال افريقيا. الاهلي طبعا الكبير وسط الكبار في العالم دايما، هيكون لينا كلام عن توقعات القرعه وعن استعدادات الاهلي طبعا للموسم الجديد مع كابتن اسلام عادل نجم النادي الاهلي الصابق. كابتن اسلام نورنا، صباح الفل عليك. ازي حضرتك، عامل ايه الاخبار؟ الحمد لله كله زي الفل. الحمد لله زي الفل، نورنا دايما حبيبي. صباح الفل الصبح في الاهلي، وطبعا عندنا تفاصيل كتير بقى هندخل معاك فيها، يعني متعلقه بالنادي الاهلي والمعسكر وانعكاساته طبقا لرؤيتك. بس خلينا في البدايه نتكلم عن اللي هيحصل النهارده. النهارده ان شاء الله القرعه الخاصه بالنسخه الجديده من كاس العالم للانديه، والاهلي هيشارك فيه للمره الرابعه على التوالي. اول ماتش هيكون للنادي الاهلي ان شاء الله هيكون يوم 15 ديسمبر. فتوقعاتك ايه، وشايف ايه اصعب المواجهات اللي ممكن ياخدها النادي الاهلي في النسخه دي من المونديال؟ الحقيقه شايف انه اصعب حاجه على النادي الاهلي انه مطلوب منه انه يعمل حاجه جديده، انه يعمل حاجه مختلفه. زي ما اتكلمنا قبل كده ان برونزيه كاس العالم للانديه خلاص بقى امر معتاد بالنسبه للنادي الاهلي، المشاركه امر بقى طبيعي جدا 4 مرات على التوالي. احنا مع اوكلاند سيتي اعتقد اكتر نادي في العالم شاركنا في البطوله دي، خلاص الناس او جمهور النادي الاهلي بالاخص دايما عنده طمع مشروع جدا انك تعمل حاجه مختلفه، انك توصل فاينل، اكيد هو ده الهدف. بغض النظر بقى عن المنافسين وقوه المنافسين، انت بقيت مصنف بشكل مختلف تماما، عايز تعمل حاجه جديده، دايما عندك طموح ودوافع مختلفه تماما، عايز بقى تجدد القصه دي، وعايز انك توصل لنهائي البطوله. وليه لا، ليه ما نكسبش البطوله؟ كل حاجه بقت وارده في كره القدم. الكلام ده احنا قلناه كتير، يعني الكلام ده لو حضرتك تفتكر البطوله اللي فاتت كانت الناس مباراه الاهلي امام ريال مدريد كان في توقعات، يعني كانت الناس بتقول هو النادي الاهلي ممكن يعمل نتيجه ايجابيه، وعملنا جيم جيد جدا، يعني عملنا جيم كبير يمكن في وقت بس ما كناش مركزين فيه في وقت معين كده، كواليتي برضو فرق الكواليتي كان كبير جدا. لكن في النهايه انت لما تلعب امام ريال مدريد والناس تبتدي تتساءل هو النتيجه ممكن تبقى عامله ازاي، وتلاقي الناس بتقول النادي الاهلي ممكن يكسب، ده يديك انطباع ان النادي الاهلي خلاص اتحط في حته ثانيه، معناه ان الموضوع مش محسوم خالص للفريق المنافس طبعا. وده ريال مدريد يعني، فبالتالي هتلاعب مين انت في الاول؟ هتلاعب مين اقوى من ريال مدريد اصلا في القصه دي؟ فبالتالي انت مهم جدا ان انت تحاول تعمل حاجه ما اتعملتش قبل كده، ودايما هو ده هدف النادي الاهلي، اهداف متجدده ومختلفه. فده قدرك، قدرك زي ما كانوا دايما بيقولوا لنا واحنا في الناشئين النادي، ده قدرك انك في النادي الاهلي بقى مطلوب منك انت ممكن تتخلى. هو انت محتاج مني ان انا اخد كاس العالم للانديه؟ محتاج اخد كاس العالم، ايه المشكله يعني؟ خلاص ان شاء الله نقدر نوصل، وان شاء الله السنه دي يا رب نعمل حاجه مختلفه يا رب ان شاء الله يا كابتن. طيب احنا عندنا الحقيقه كل نسخه بتختلف عن النسخه اللي قبلها، ولكن دايما بيبقى فيها فرق صعبه. خلينا نتكلم عن الافتتاحيه بتاعه النادي الاهلي، هتكون يوم 15 ديسمبر ان شاء الله المقبل. يعني شايف ايه اصعب مواجهات البطوله بشكل عام؟ لا، ما انا بصي القصه مش قصه مباراه، كل مباراه ولها ظروفها. يعني انا ما بحسبش حسبه مين اصعب من مين. ممكن تلعب، يعني احنا زمان مثلا كنا بنلعب مع اتحاد جده، لو البطوله دي اول ما اتعملت يعني زمان جدا ايام محمد نور لما كان بيلعب في اتحاد جده لما كان كابتن الفريق، فتلاقي نفسك بتلعبي مثلا مع بطل اسيا باتحاد جده بفريق قوي جدا وفريق مختلف جدا. السنه دي كل الفرق المشاركه عندها تدعيمات قويه جدا وعندها تدعيمات كبيره جدا، وكان دايما بيتقال ان الفريق اللي هيكسب البطوله الفريق اللي بيجي من اوروبا، يعني خلاص البطوله محجوزه باسمه. النهارده الوضع اختلف تماما. بص النهارده في الدوري السعودي الكره الاسيويه اصلا بقت عامله ازاي، والنجوم الكبار اللي دخلوا الكره السعوديه واللي عايزين يكسبوا كاس العالم للانديه، فهتلاقي الامور مختلفه تماما. فالمواجهه ايه صعبه؟ كل المواجهات صعبه من اول ما تدخلي لحد ما ان شاء الله ربنا يكرمنا نوصل للفاينل. كل المواجهات هتبقى صعبه بشكل كبير جدا، احنا نبقى مستعدين. انا دايما براهن على قوه النادي الاهلي. النادي الاهلي طول ما هو في احسن حاله ما بقلقش من المنافسين خالص، ما بحسش ان حاجه صعبه، لكن انا يهمني حاله النادي الاهلي. حاله النادي الاهلي كويسه، نقدر ان شاء الله نعمل اكتر. شكل مختلف عن النسخ الماضيه، خاصه بقى ان كولر مستلم الفرقه من اولها، شايف اكيد طبعا الاستعدادات اللي بتحصل في المعسكر، شكل الفرقه هيختلف بعد انضمام صفقات جديده، عوده عدد من المعارين، اكيد هيبقى شكل مختلف في النسخه دي. الاهلي يعني شبه محافظ على قوامه، اللعيبه كلها موجوده، اللعيبه اللي كسبت البطولات او حققت العلامه الكامله السنه اللي فاتت كلهم موجودين الحمد لله، ما عندناش اصابات. اعتقد يعني ان يعني في اكتمال الصفوف والتجانس اللي موجود مع اللعيبه، كولر كمان مميز يعني يعني برده من الحاجات الجيده جدا ان الراجل بيدافع بشكل كويس جدا، وده ظهر في مباراه الفاينل الافريقي لما رحنا نلعب مع الوداد هناك، وبتلعب طبعا في ارضهم وسط جمهورهم، وقدرت انك تحافظ فتره كبيره جدا على شباكك يدخل يعني مرماك هدف او حاجه. لكن في النهايه البطوله كلها سواء بطوله افريقيا او بطوله محليه عندنا سمه مختلفه عند كولر ما شاء الله مميزه. النادي الاهلي ما كانش يعني زمان عشان احنا بنهاجم وعشان احنا فرقه هجوميه وعشان احنا دايما لينا الافضليه في اي مباراه، ففكره انك تحافظي على مرماك ما كانتش مهمه جدا بالنسبه لنا. انت عندك الافضليه كده كده بتهاجم كده كده بتكسب،
يعني. لكن في اوقات خريطه الكوره اتغيرت شويه، اوقات بتلعب مع فرق مستواها قريب جدا من مستواك، او عندهم تدعيمات ممكن تبقى اكبر من التدعيمات اللي عندك، زي ما حصل مع سان داونز مثلا، وزي ما انت ممكن تواجه خاصه في كاس العالم للانديه. ففكره انك يبقى عندك سمه دفاعيه بشكل كويس، اعتقد دي السمه الجديده اللي اكسبها كولر للنادي الاهلي، وبقينا بندافع وبنعمل كلين شيتس كتير جدا معاه، فاعتقد عنده ملامح جيده ومختلفه اللي اضافها للنادي الاهلي. يعني النادي الاهلي يعني اخر كام سنه ما كانتش عنده رفاهيه انه يشارك في معسكر من المعسكرات، نظرا طبعا لتلاحم المباريات وتوتر البطولات الى اخره. ربنا كرمنا مؤخرا بالصوره الحلوه اللي كلنا شايفينها، وانت اكيد كنت بتتابع طبعا من خلال قناه النادي الاهلي تغطيتنا المستمره لفعاليات والاحداث اللي بتحصل هناك في المعسكر في النمسا. وانت بتتابع ايه اكتر الامور اللي بسطتك؟ يعني حسيت ان يعني لا ان شاء الله المعسكر ده هيبقى له يعني انعكاسات طيبه على النادي الاهلي مع انطلاق بقى الموسم الجديد في الدوري ومع مشاركته طبعا وكل استحقاقاته الافريقيه، المعسكر ده هينتج عنه ايه في رايك؟ الحقيقه اول مره اشوف وشوش لعيبه النادي الاهلي وجهازهم مرتاحه شويه، اول مره اشوفهم بيضحكوا يعني. يعني طول الوقت كانت التغطيات اللي بنشوفها في السلاسل دايما طول الوقت قلقانين، عندنا مباراه مهمه، عندنا بطوله مهمه، تلاحم مباريات بشكل كبير جدا، اصابات، احداث بقى الكوره كتير جدا اللي ورا بعضها دي، فكان دايما قدامك تحديات بتحاول تحلها. وتلاحم المواسم السنه اللي فاتت يعني في وقت من الاوقات لعب 62 مباراه في وقت قليل جدا يعني. يعني حتى لما تيجي تتكلم مع الناس المسؤولين لجنه المسابقات على تاجيل المباريات، والنادي الاهلي عنده اوقات 9 و10 مباريات متاخره في الدوري ومطالب انك تلعبهم طول الوقت، لدرجه النادي الاهلي السنه اللي فاتت اعتذر عن المشاركه في بطوله الرابطه. فانت عندك طبعا بطولات صعبه جدا ومباريات صعبه جدا، فكان طول الوقت تبص على ملامح الناس تلاقي الناس يعني مشدوده طول الوقت. اول مره احس الناس ريلاكس شويه يعني فاصلين شويه، معسكر تدريبي مهم جدا 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 جدا، لو في امكانيه تعمل مباريات وديه اكيد برده مهم، اللعيبه اللي راجعه من الاعارات، اللعيبه الناشئين اللي متصاعدين، تجانس بقى مهم جدا انك تفصل الجديدة انك تفصل بالظبط، يعني كل اللعيبه تقرب من بعض وتتجانس بشكل اسرع وبشكل مختلف، وفكره انك تفصل بقى في حته بعيده كمان مختلفه، اختيار النمسا اعتقد اختيار جيد جدا يعني. وشايف كمان اجواء المعسكر واضح ان المكان مهيئ جدا ان تعمل معسكر بشكل كويس. النادي الاهلي بيعرف يكسب دايما من يعني من الظروف يعني، بيعرف انا متاكد ان كابتن خالد بيبو طبعا مدير الكوره طبعا والجهاز بالكامل اكيد هيطلعوا بشكل جيد جدا من المعسكر ده، يرجعوا ان شاء الله بقى على معارك يعني في كره القدم يعني. طيب كابتن اسلام، بذكر المعارك بقى احنا يمكن القرعه زي ما انت تابعت السوبر ليج اسفرت عن مواجهه سيمبا التنزاني، خلينا نتكلم اكتر عن البطوله دي. دايما النادي الاهلي بيبقى يعني حاطط قدامه هدف ان هو يكون البطل الاول من كل نسخه جديده من اي بطوله، شايف ازاي مواجهه سيمبا التنزاني؟ يمكن كنا برضو بنتكلم امبارح على فكره انه لو سان داونز وصل لنصف النهائي واحنا كمان معاه ان شاء الله يعني برضو هتبقى مواجهه قويه جدا، ولكن اكيد هتختلف، كولر هيبقى ليه وجهه نظر مختلفه تماما عن المواجهه الماضيه امام سان داونز الحقيقه ما كانش موفق فيها، اكيد هيتلاشى كل الاخطاء اللي حصلت في المباراه الماضيه. خلينا الاول نبدا معاك بسيمبا التنزاني وبعد كده نتكلم لو التقينا مع سان داونز. يعني سيمبا فريق من الفرق الجيده جدا، ومشروعهم بدا من حوالي 5-6 سنين، ابتدوا بيقلدوا النادي الاهلي بشكل كبير جدا، حاطين النادي الاهلي كمثال، مش عارف الناس عارفه الكلام ده ولا لا، طول الوقت ولما بداوا المشروع كانوا دايما باصين. اعتقد كمان كان في وفد من سامبا من 4-5 سنين زار النادي الاهلي، فاكر انا القصه دي كويس. و دايما لما حد بيحط حد نموذج قدامه وبيبتدي يشتغل واضح الناس مركزه، واضح الناس عايزين يعملوا حاجه مختلفه. سامبا تنزاني دلوقتي غير سامبا من 5 سنين تماما، عملوا صفقات جيده جدا على مدار ال4-5 سنين، مش السنه دي بالخاص يعني. اسمهم بقى من الاسامي المرشحه في اي مجموعه هو يبقى يشارك فيها في دوري ابطال افريقيا او اي او كونفدراليه، اي بطوله بيشارك فيها اسمه بقى مرشح بشكل كبير جدا ان هو يقدر يعمل حاجه جيده. فلو حد هيتخيل ان المباراه هتبقى سهله، لا الموضوع مش سهل خالص. كده كده مباراه النادي الاهلي الافريقيه هيبقى صعب جدا انك تكسب المباراه بسهوله او ان الامور تمشي زي ما كانت بتمشي قبل كده. الكوره في افريقيا انا قلت قبل كده اتطورت بشكل مختلف تماما وبشكل مرعب تماما تماما تماما، خلاص الامور التكنولوجيه اصبحت يعني موجوده بشكل كبير جدا. الفقر اللي كان موجود عند دول كتير جدا في افريقيا لا اختلف تماما كتير جدا في افريقيا، لعبة احترفت، الادارات كمان احترفت. النهارده سامبا تنزاني عندهم اداره جيده جدا يعني، عندهم اداره عايزه تعمل حاجه مختلفه للنادي، واعتقد ان هم يعني والله الكلام ده انا قلته من سنتين كمان فاتوا انه سامبا في ال5-6 سنين الجايين هتلاقي اسمه من الاسامي الكبيره، فاكيد هي تبقى مباراه صعبه جدا جدا على النادي الاهلي، وطبعا هي كده بالطبع صعبه على سامبا التنزاني يعني. لكن في النهايه النادي الاهلي دايما بيراهن دايما على كبريائه وعلى تاريخه، ودايما طول الوقت اللعيبه اللي بتشارك
بقميص النادي الاهلي، عارفه مسؤوليه تيشرت النادي الاهلي، عارفه انك مهما بتلعب. كنت لسه بقول لك لو انا بلعب ريال امام ريال مدريد هبقى مرشح ان انا اكسب وهيبقى مطالب ان انا اكسب، فما بالك ان انا العب مع اي حد في افريقيا ايا كان الاسم مين، لكن بالطبع اكيد بطوله صعبه مختلفه هيعمل يعني. حساب برضو الفريق التاني طول الوقت، اي حد بيسمع اسم النادي الاهلي بيعمل حساب وقاعد في بيته يعني. ده امر مفروغ منه يعني. عباره روح الفانيلا الحمراء يعني شفناها وشفنا لها انعكاسات كتير، وكانت يعني قوه ضاربه في كتير جدا من المواقف الصعبه. طب ما اي فريق في الدنيا بيبقى لابس تيشيرت النادي اللي هو بينتمي ليه، وبطبيعه الحال عنده نفس الروح وعنده نفس الدوافع ونفس الحافز، لكن ايه سر الفانيلا الحمراء وايه سر يعني روح الفانيلا الحمراء اللي دايما بتكون حاضره وساعات كمان بتنقذنا في مواقف مش سهله؟ يعني من اول ما الكوره بدات لحد النهارده كل فتره بقى في بعض المصطلحات وبتتغير وبتتلغي. المقوله الوحيده اللي ما اتغيرتش هي سر روح الفانيلا الحمراء، دي ما اتغيرتش. دي حاجه. الحاجه الثانيه الفرق بقى ما بين النادي الاهلي واي نادي في مصر واي نادي في افريقيا، انه كل ما الوقت بيعدي في المباراه الفرق الثانيه بتحس ان هي بيبقى فيها مدان، بتحس ان الفرق يعني بيفقدوا الامل. النادي الاهلي كل ما تقرب من الدقيقه 90 وتلاقي الروح عالية، تلاقي الادرينالين عالي، تلاقي الرغبه كمان زادت. احنا بتوع احنا ملوك ال 90 زي ما بيتقال علينا يعني. فده الفرق ما بين النادي الاهلي وبين اي حد تاني، انه الروح بقى لما تيجي في الدقيقه 90 وانت خلاص بقى البنزين خلص والامور بقت صعبه والفرقه اللي قدامك راصين باص قدام ال 18 يعني وتلاقي الدنيا صعبه، مستحيل الموضوع بيبقى صعب جدا يعني. كل الامور ما بتبقاش معاك، كل الامور تبقى ضدك، لكن في رغبه مختلفه عند النادي الاهلي طول الوقت. وانا لو مروان عطيه مثلا احدث واحد انضم السنه اللي فاتت لسه داخل سكواد النادي الاهلي وبيلعب، هو حاسس وعارف ان الدقيقه 90 ممكن مروان نفسه وهو بيلعب ديفندر يقدر يجيب جول للنادي الاهلي. محمد عبد المنعم، اي حد من المدافعين ده الشناوي ممكن يجيب جول، حضر عملها قبل كده. فبالتالي انا بتكلم بجد والله، حضر عملها قبل كده في سنه 2001 مع كايزر تشيفز في مباراه السوبر الافريقي يعني. فزي ما بقول لك الادرينالين بيعلى عند لعيبه النادي الاهلي في اول ما تيجي تقرب من الدقيقه 90، وده السمة الوحيدة اللي مختلفة عن النادي الاهلي واي فريق اي فريق النادي الاهلي بيلعبوا يعني. خلينا نروح معاك بقى لاقرب مواجهة بالنسبة لنا يعني، يمكن مواجهة اتحاد العاصمة يمكن هتقام في السعودية. شايفين حشد كبير جدا من الجمهور على السوشيال ميديا، كل جمهور النادي الاهلي موجودين في السعودية هيكونوا موجودين. شايف المباراة دي ازاي؟ وجود الجماهير كمان هيفرق ازاي مع فريق النادي الاهلي في هذه المواجهة؟ لا مباراة صعبة جدا جدا يعني. بصي دايما المباراة اول ما ترجعي بقى من المعسكر وتبتدي اول 3 4 مباريات بيبقوا صعبين جدا، لانه الفريق بيبقى قاعد فتره طويله ما لعبش مباريات رسميه. فطبع برضو المباريات الرسميه مهما لعبت يعني، مهما لعبت لما تبعد فتره حتى كمان في اوقات تلاقي اللعيبه مصره ان هي ما تريحش يعني. مثلا لو اتفرج على محمد صلاح مثلا في اوروبا، او مثلا اي حد من لعيبه النادي الاهلي اللي كانوا بيشاركوا بشكل كبير جدا، يجي المدرب يحاول يريحه عشان بيلعب عدد مباريات كبير، يقول لك لا انا مش عايز ابعد، مهما لعبت مهما حصل عندي اجهاد انا محتاج العب. ده علشان تحافظ على حساسيه المباريات الرسميه، وده مهم جدا. فبالتالي لما تفصل فتره طويله واول مره النادي الاهلي الحقيقه يفصل، فالرجوع شويه يعني مش بالنسبه لي مقلق شويه. هبقى اول 3 4 مباريات لحد ما الناس تدخل في الاجواء ولحد ما الانسجام يرجع تاني. ومش عارف بقى شكل التشكيل هيبقى عامل ازاي، هل كولر هيغير حاجه في خطه اللعب، هل هيضيف لعيبه جديده، هل هيظهر له في المعسكر لعيبه من الناشئين او لعيبه اللي راجعه من الاعارات مثلا، حد ممكن يشارك على التشكيله، فتلاقي في حاجه مختلفه. فتلاقي دايما المباريات الاولى تلاقي فيها صعوبه شويه. اتحاد العاصمه، بصي فرق شمال افريقيا كلها دايما مواجهاتنا معاهم بتبقى صعبه جدا يعني، على مدار التاريخ مواجهاتنا بتبقى صعبه جدا. برضه الصبغه العربيه دي برضه الناس بيبقى عندها يعني حماس وتحدي كمان مختلف. فاعتقد ان المباراه مش هتبقى سهله، وزي ما بقول لك اول 7-8 مباريات للنادي الاهلي في مختلف البطولات هتبقى ليها طابع مختلف شويه. اتمنى ان لعيبه النادي الاهلي، وانا متاكد ان هم ان شاء الله على قدر المسؤوليه ومن بدري بقى بدري تدي انذار كده للمنافسين انه انا النادي الاهلي زي ما انا بادئ السيزون بشكل مختلف. دايما لما تيجي تشارك في بطولات مهم جدا ان المسج الاولى دي انه تدي انطباع الاول، مهم جدا انك توري الناس لا انا السنه دي مختلف. يعني مثلا النهارده في الدوري الانجليزي تشيلسي مثلا واضح انه في البدايه بيتقال عليه انه البدايه وحشه يعني، واضح انه بيدي جرس انذار بس سلبي. انت متخيل انه لا انا وحش السنه دي، الجرس انذار ليهم هم لادارته يعني. فدايما الانطباعات الاولى دي مهمه جدا، انك اول 3 4 مباريات تؤدي بشكل كويس، تكسب بشكل كويس، ده يدي انطباع للناس ان انت السنه دي زي عادتك وزي طبيعتك مركز انك تكسب ان شاء الله يا رب كل البطولات اللي تشارك فيها يعني. وبرده عايز اسال يعني على 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 سر الخصوصيه الشديده لما بنلاعب كمنتخب يعني، كمنتخب مصر بتلعب اي منتخب من شمال افريقيا او حتى على صعيد الفريق النادي الاهلي بيلعب اي فريق من شمال افريقيا، تونس المغرب الجزائر، ليه دايما بيبقى فيه خصوصيه شديده جدا وحسابات مختلفه في ماتشاتنا مع
اي فرق من شمال افريقيا؟ اشمعنى ديربي العرب يعني دايما سواء على صعيد المنتخبات او الانديه كل واحد عايز يثبت طول الوقت ان هو اللي حق ان هو يبقى احسن واحد ان هو يبقى في المكانه الاولى ان هو يبقى ذا بيست طول الوقت. فبالتالي عندنا صراع يعني مقبول جدا ومشروع جدا وإن كان في بعض الاحيان بياخد شكل في شيء من العنف يعني الحميه ده طبيعي شوي. ده طبيعي في الكوره عموما يعني دي حاجات مقبوله جدا لان هي بتحصل يعني الكوره من غير تحدي ومن غير عنف ومن غير قوه ومن غير صلابه مش هيبقى ليها طعم يعني وعمر ما جمهور اي فريقين متنافسين هيبقوا على وفاق وعمر ما الكوره يعني احنا طول الوقت طبعا ننادي بالاخلاق وبان الروح تبقى جيده ده كلام جيد جدا ورائع جدا لكن في النهايه عمر ما جمهور الاهلي يحب الزمالك ولا جمهور الزمالك يحب الاهلي مش هتحصل لان هي دي منافسه مقبوله جدا ومشروعه. قيس بقى على كده كل المنافسين اللي بيلعبوا معاك في القاره بقى الافريقيه وكمان في الناحيه العربيه اي حد بقى يلعب معاك عايز ياخد مكانك طبعا فيك طول الوقت هو ليه النادي الاهلي ساعات بتحس ان الموضوع بيعدي اكتر من كده كمان يا كابتن ساعات بتحس ان هم جايين وفي حاله من التربص يعني هو ليه النادي الاهلي رقم واحد طول الوقت ما ده برده سؤال انا لو بلعب ضد النادي الاهلي وشايفه طول الوقت رقم واحد انا محتاج اخد المكان ده انا مش اقل منه انا عايز اثبت طول الوقت ان انا عندي هدف وتارجت مختلف وطول الوقت النادي الاهلي برغم اختلاف التحديات والصعوبات هو برده محافظ على القصه دي فمش طول الوقت الناس كلها هتبقى سويه مش طول الوقت الناس كلها تحبك في وقت من الاوقات هتبقى البصه فيها مش عايز اقول حق لفظ مش محسوب يعني لكن غل مقبول يعني ان انا عايز اوصل لها طبيعي المنافسه ان هو يكون عايز يعني حاجات مقبوله النادي الاهلي رقم واحد ده طبيعي بالظبط. خلينا نتكلم عن انضمام الشباب دايما بنشوف كولر ان هو بيعتمد على الشباب بشكل كبير جدا مؤخرا انضم معاه في المعسكر طبعا زعلوك وفخري ويمكن كان منضم اليهم بقاله فتره طبعا كوكا عايزة أتكلم معاك أكتر على فكرة كولر واعتماده على الشباب هنا مش بس في يعني يمكن الوديات أو الماتشات اللي ممكن نقول عليها مش مهمة أو بأهمية كبيرة ولكن الحقيقة أنه هو بيعتمد عليهم بشكل كبير حتى في المباريات الكبيرة. سياسة مهمة جدا عند النادي الأهلي ودايما أي حد بيعمل بلان واضح أن النادي الأهلي طول الوقت أي مدرب بيجي النادي الأهلي بيعمل معاه خطة يعني مدتها 3 سنين ولا 4 سنين طبيعي دايما أنك وأنت بتعمل قاعد مع المدرب في بداية السيزون طبيعي أنت بتعمل تشكيل الفريق السكواد بتحط مثلا في الباك رايت واحد اساسي عنده خبرات بتحط واحد احتياطي اللي هو ممكن يشارك في اي وقت من الاوقات لو حصل اي ظرف التالت ده لازم يبقى ناشئ ده طبيعي عشان ده مستقبل النادي هي البلان كده فقيسي بقى على ده كل المراكز ان كل المراكز على الاقل لازم عندك 10 لعيبه اللي هم اللعيب التالت ده لازم يكون من ولاد النادي لازم يكون من الولاد الواعده طول الوقت بيكسب سمات بيكسب حاجات كتيره جدا موجوده في المعسكرات موجوده في المباريات لما يجي دوره لازم يبقى جاهز بشكل كويس فيتحضر ما تجيبوش من الدار للنار تقولي له تعالى كوكا اطلع النهارده من فريق ال 20 سنه احنا عندنا مباراه في السوبر الافريقي روح العب هيعملها لان النادي الاهلي اكيد في الناشئين اتربوا على القصه دي هيعملها لكن مش هيعملها زي ما هو مهيئ ان هو محطوط رقم 3 في البوزيشن بتاعه والمركز بتاعه انه انت دورك جاي انت خلاص عارف ان رقم 3 قدام النهارده مثلا علي معلول بيلعب بعديه مثلا كان ايمن اشرف قبل ما يمشي المفروض ان حد بقى من الناشئين المغربي مثلا قبل ما يمشي ولا حد كان يبقى محطوط مثلا في المكان الثالث ده كوكا نفس القصه في 2 3 بيلعبوا في نص الملعب انا عارف ان انا دوري جاي فخري نفس القصه انا عارف ان انا دوري جاي ففكره انك تهيئي اللعيبه الناشئين او اللعيبه الشباب ان هم يلعبوا دي فكره مهمه جدا كمان الحاجه الوحيده اللي انا يعني اللي سعيد بيها جدا واللي ظاهره على مدار سنتين ثلاثه اللي فاتوا الاخيره تصريحات بقى اللعيبه دي يعني لما بتيجي تتكلم كنت شايف كل لسه بيتكلموا مع كوكا واضح في عينيه تركيز يعني انا مره في الناشئين قابلت كابتن حسام حسن وكابتن ابراهيم حسن فحد من المدربين اعتقد كان كابتن بدر رجب او حاجه بيعرفوا عليا فقال له ده باين عليه يعني مركزه فانا ما كنتش فاهم يعني مركزه كنت لسه صغير يعني فلما بقى لعبت وفي المستويات المختلفه بقيت فاهم انه لما شفت عدد كبير جدا من اللعيبه بقيت عارف مين اللي عينيه مركزه ومين اللي عينيه مش مركزه لعيبه النادي الاهلي فعلا عينيها مركزه في تركيز كبير جدا عند لعيبه النادي الاهلي العقليه هايله التصريحات الاتزان الاهداف تحس كده انك بتتكلمي يعني النادي الاهلي مثلا 50 ما شاء الله 50 رمز في الفريق اللعيبه كلهم ينفعوا يبقوا كباتن النادي الاهلي ينفعوا يبقوا كباتن لما يطلعوا بره يبقوا كباتن الانديه فواضح انه حتى في السن الصغيره دي التركيز والتارجت محطوط بشكل كويس مدركين جدا قيمه النادي الاهلي سامع كوكا وهو بيتكلم عمال يتكلم على اهدافه وفي الاخر قال لك اكيد مصلحه النادي الاهلي اهم من اي حاجه طب. فبالتالي الكلام ده مش مجرد كلام بيتقال علشان انت في انترفيو ده نابع من جواه يعني على ذكر الكلام اللي بيتقال من ضمن الكلام اللي اتقال اكتر من مره في الفتره الاخيره يعني على لسان كتير من محبي وعشاق النادي الاهلي اللي راضيين كل الرضا عن الصفقات الجديده اللي دعم من خلالها النادي الاهلي صفوفه وعوده المعارين وتصعيد الناشئين كل دي حاجات الكل يعني اثنى عليها وفي اجماع على الرضا تجاهها لكن الحاجه اللي بتتقال بقى لها فتره وبتتقال باصرار وبدأب من كتير جدا من الاهلاويه احنا محتاجين مهاجم صريح شويط هداف مين هي الفكره بس ايه
اوقات برضو لما تبقى عندك الامور حلوه بزياده تبتدي انت بقى تتدلع يعني، فاهم؟ انا بتكلم بجد يعني. عايز الاحسن. انت بتتدلع يعني. النهارده لما تبقى السنه اللي فاتت واخد كل البطولات اللي انت شاركت فيها، تيجي تقول لي انا محتاج، لا انا شايف انه النادي الاهلي اوقات بيحاول يرجع القصه لاصلها، وده مش طبيعي يعني. زمان جدا من 15 سنه ما كانش كميه الصفقات الكبيره اللي بتتعمل دي، كان النادي بيعتمد على السكواد اللي عنده، بيعتمد على اللعيبه الشباب او الناشئين اللي طالعين، النقص اللي هو محتاجه بياخده من خلال اللعيبه دي. فانا شايف ان سكواد الاهلي متكامل بشكل كبير جدا، جيد بشكل كبير جدا. فكره ان احنا ننساق ونبقى شبه الانديه الثانيه ونعمل صفقات لمجرد الصفقات، اكيد ده مش هيحصل في النادي الاهلي. انا شايف انه المدير الفني هو على وفاق مع مجلس الاداره وشغله بشكل كويس، انا عارف رايي الشخصي، النادي الاهلي مش محتاج اي حد يضيف للنادي الاهلي. يمكن مهاجم حقق خماسيه، لا مش مهاجم، احنا عندنا مهاجمين، احنا كان عندنا محمد شريف السنه اللي فاتت، كان عندنا كهربا كمان كان بيشارك بشكل كويس، اي حد بيلعب مع النادي الاهلي مراكز مختلفه بالظبط. وبعدين الفكره كمان بتاعه كولر انه بيلعب زي جوارديولا لما كان مع برشلونه، فكره انه في مهاجم وهمي، ما خلاص خد بالك فكره ان بقى مهاجم المحطه دي بقى خلاص بيلعب على ثلاث مدافعين او اثنين مدافعين مركزين معاه، ما هو هيبقى امكانيه ان هو يبقى منتج هتبقى صعبه شويه، انه بيلعب بظهره طول الوقت. هو حابب ان الناس تبقى جايه بوشها، بدل ما يبقوا ثلاثه ولا اربعه يبقوا خمسه ويبقوا سته، ايه المانع؟ فبالتالي اعتقد دي بتعمل صعوبه للمدافعين. يعني لو عملت انترفيو او سالت اي حد من المدافعين قلت له المهاجم لما جالك بوشه ولا ما يبقى واقف بظهره؟ اقول لك يبقى واقف بظهره، ما المهاجم المحطه ده واقف بظهره طول الوقت وانا شايف الملعب، فبالتالي انا عندي انا والاثنين اللي جنبي عندي امكانيه ان انا يعني يبقى عندي اسبقيه ان انا اكسب الكوره، لكن اللي جاي بوش ده مش عارف يعمل ايه، انا اللي بظهري هو جايب بسرعته، فبالتالي هو سرعته اقوى مني بكتير، هو شايف احسن مني بكتير، فبالتالي الكوره الحديثه كده انه يبقى جاي لعيبه كتير من نص الملعب، انه بقى في مهاجم وهمي. لكن في النهايه لو في كواليتي مهاجم زي مثلا عبد الرازق حمد الله مثلا في النصر السعودي، لو زي مثلا طبعا من زي ما طبعا اكيد مثل كبير جدا، لو في حد بالشكل ده، لو حد موجود، انا مش شايف حد في افريقيا او في مصر في المتناول تقدري يعني يضيف للنادي الاهلي. يعني مين اللي هيبقى اللي هيعمل ادد فاليو في مين اللي هيعمل الكلام ده؟ اعتقد الامور دي بتبقى صعبه شويه، وفي وقت بيبقى فيه تحديات في السوق ومطالبات ماليه فيها مغالاه بشكل كبير جدا، مش الصح انك تتحدى وانك تعمل حاجات مش منطقيه وانت اصلا مش محتاج. الصح ان انت بالسكواد بتاعك بالشكل بتاعك انت بقى تثبت وترسي قيم ومبادئ مختلفه، ان الحقيقه انا مش هنجرف وراء القصه اللي ماشيه دي، لان النادي الاهلي هو اللي بيحط القواعد، هو اللي بيحط المبادئ والناس بتتعلم منه. مش هيجي بقى احنا في وقت من الاوقات علشان نرضي اي حد في الدنيا حتى لو جمهور النادي الاهلي هو بيتدلع، ان احنا نتخلى عن بعض المبادئ علشان حاجات ثانيه ممكن تؤثر علينا سلبا بعدين. ما اوقات كتيره جدا انديه كان عندها صفقات كتيره جدا وما عملتش حاجه، وكان عندها لعيب في كل مركز واثنين وثلاثه جامدين جدا وما عملوش حاجه، واوقات بالسكواد القليل، وهدي مثال بنادي الزمالك مثلا لما توقف القيد عنده سنتين، في وقت من الاوقات نادي الزمالك كسب الدوري وما كسبش الدوري من فترات طويله جدا، قفل على نفسه وعرف يشتغل وعرف يركز، استغل بقى غياب النادي الاهلي وانشغاله كاس العالم للانديه وكاس دوري ابطال افريقيا، وقدر ان هو بالسكواد القليل وانه عنده وقف قيد ان هو يفوز بالدوري. فبالتالي هو مش دايما طول الوقت انت مطالب انك تعمل صفقات لمجرد الصفقات، انت الانسب ليك ايه؟ انت محتاج ايه؟ احتياجاتك عامله ازاي؟ اهدافك عامله ازاي؟ طموحك عامل ازاي؟ انت ادواتك إيه؟ لو انا بقى ادواتي تناسب طموحاتي واهدافي، مفيش داعي بقى ان احنا نعمل ترانسفير ماركت لمجرد ان احنا عايزين يبقى اسمنا بنعمل تدعيمات، مفيش حاجه اسمها كده يعني في رايي الشخصي يعني. طيب خلينا نروح معاك يا كابتن اسلام للدوري. يمكن الدوري موسم عن موسم بنشوف مفاجآت، بنشوف فرق بتصعد بشكل كبير، يعني بيأدوا بشكل كبير كمان في الملعب. شفنا الدوري اللي فات اكيد النادي الاهلي كان متصدر المشهد وكان متصدر الجدول، لكن شفنا برضو بيراميدز، فيوتشر، شايفين فرق كتير قويه جدا. الموسم اللي جاي شايفه ازاي؟ شايف ازاي الفرق؟ شايف ازاي النادي الاهلي بدايه بقى مع كولر، خاصه ان هو هيعمل سكواد خاص بيه، بادئ من بدايه الموسم بدايه قويه، عدى ليها كويس جدا مع عوده المعارين، مع الصفقات الجديده، مع الناشئين زي ما لسه كنا بنتكلم، يعني شايف ازاي البدايه؟ وممكن الاهلي مين يكون ليه منافس في ارض الملعب خلال موسم الدوري الجديد ده؟ يعني هي البطوله في رايي الاسهل بالنسبه للنادي الاهلي هي بطوله الدوري، البطوله المفضله، لكن حتى برغم كده لما هي مفضله وعندك عدد كبير جدا من البطولات، لما بتفقد البطوله سنه ولا سنتين بتلاقي الجمهور بينهش فيك، عارفه؟ لا يعني بالظبط. فبالتالي الناس بتفكرك لا خد بالك انت البطوله بتكسبها برضه، مفضله اكتر واحد في العالم بتكسب الدوري، بس برضه هتاخده برضه. فبالتالي اكيد هي لها اهميه مختلفه عند جمهور النادي الاهلي عشان بتعمل فيها عدد مباريات كبيره جدا، فانت مش هتقدر تغفل القصه دي. لكن في النهايه النادي الاهلي دايما
البطل اللي عارفه انت اول ما تحط الجدول بنسبه 60 70% انت خلاص خدت الدوري ده بجد يعني ده هي دي روح النادي الاهلي هو ده انطباع النادي الاهلي اول ما تحط الجدول بتبقى عارف انك يعني انت بس ترتيب المباريات ان الجدول بالنسبه لي يعني لي ترتيب المباريات لاكثر ولا اقل بنسبه يمكن 70% انا مجامل حتى بنسبه اكبر من كده النادي الاهلي هو بطل الدوري لكن في النهايه تحديات جيده تحديات رائعه في رايي الشخصي يعني انه كولر خلاص بقى معانا بقاله فتره جيده درس المنافسين بشكل كويس فكره انك عندك منافسين كل سنه ولا اتنين هيظهر لك حد مختلف اكيد الزمالك مهما حصل من عنده من مشاكل هو منافس تقليدي اكيد بالنادي الاهلي وطعم مباراه الاهلي والزمالك حتى لو الزمالك في المركز العاشر اكيد ليها طعم مختلف تماما لكن اكيد سعيد بتجربه بيراميدز سعيد بتجربه فيوتشر السنه دي يعني استغنى عن او باع يعني عدد كبير جدا من اللعيبه اسم النادي كمان اتغير الاداره كمان اتغيرت يعني احساسي انه مش هيبقى بنفس قوه السنه اللي فاتت لكن بيراميدز موجود المصري بيحاول يعمل تدعيمات سيراميكا والبنك اتمنى ان هم يظهروا بشكل احسن من كده عشان عندهم قدره ماليه المفروض توصلهم لحته مختلفه لكن يبقى النادي الاهلي بلا منافس يعني طيب كنا بنتكلم من شويه عن المعسكر في النمسا فاحنا معانا من النمسا عبر الهاتف زميلنا العزيز فاروق صلاح اللي هيعرفنا بقى اخر المستجدات واخر الاخبار يا فاروق صباح الفل عليك اتفضل برحب بيك يا كريم برحب بيك يا كريم برحب بكابتننا الكابتن اسلام عادل وبرحب بكل مشاهدينا ومشاهده ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان طمنا بقى يا فاروق النهارده يمكن النهارده هيكون في وديه يعني عايزين نعرف اخر الاستعدادات لهذه الوديه ان شاء الله يعني خليني اقول لك يا مريم بالامس طبعا كان التراي ماتش بالنسبه لمستر كولر مع اللاعبين بعد مغادره يعني 10 لاعبين لمعسكر النادي الاهلي بيرستا ورباع المنتخب المصري الاول وثلاثه المنتخب الاولمبي وايضا اليو ديانج وعلي معلول التراي ماتش امبارح مستر كولر خلاص بيتعامل مع الامر الواقع مع الظروف المتاحه حاليا بعض اللاعبين دي طبعا بيجربوا في بعض المراكز لكن خليني اطمنك ان يعني بالامس في التراي ماتش يعني نقول مشاركه جيده جدا او اعتماد من مستر كولر على اكرم توفيق وكريم فؤاد وامام عاشور اللي احنا زي ما اكدنا بالامس يا مريم ان خلاص مستر فينكل او كريستيان فينكل الدكتور وضح خلاص يعني جاهزيته من الناحيه الطبيه تبقى طبعا الامر الفني يخضع ليه رؤيه مستر كولر للاستعانه بهم في خلال هذه المباراه او المباراه السوبر الافريقي لكن خلاص جاهزيتهم شفناهم بالامس التدريب بالكامل التراي ماتش ايضا في لعيبه ظهرت بمستوى جيد جدا بدءا من اول يوم في المعسكر بتكلمي على قفشه على طاهر على حسين الشحات على صلاح محسن على كريم نجد اللي عودته اضافه قويه جدا للنادي الاهلي ايضا يعني كهربا استمرار ايضا للعيبه المتصاعده من قطاع الناشئين اللي ظهرت امبارح بشكل كويس سواء طبعا اللاعب معتز محمد مع زعلوك طبعا مع فخر بالامس يعني مستر كولر بيجربه في مركز الظهير الايمن الحاله العامه للفريق ان شاء الله النهارده طبعا واللي احنا شفناه في المباراه في المران بالامس ان شاء الله مردوده يكون على الفريق النهارده طبعا النهارده هيبقى فيه يومنا اليوم الاعتيادي بالنسبه لمستر كولر في المباريات هيبقى فيه طبعا وجبه الغداء هتكون في تمام الساعه الواحده والربع ثم المحاضره الفنيه لمستر كولر هتكون في تمام الساعه الثانيه ثانيه ظهرا ثم التحرك الى المدينه اللي بتبعد عن مقر اقامه فريق النادي الاهلي في 45 دقيقه يعني من 30 دقيقه ل 45 دقيقه ثم هتكون طبعا المباراه في تمام الساعه الخامسه بتوقيت النمسا السادسه بتوقيت القاهره ان شاء الله المباراه يكون ختام مميز اتمنى طبعا نطلع بدون اصابات طبعا انت عارفه كابتن اسلامي هيتكلم في هذا الامر ان المباريات الوديه او التجارب في المعسكرات الاعداد يهم في المقام الاول بعيدا عن النتيجه بعيدا عن اي شيء يهمك ان انت تطلع بدون اصابات سلامه اللاعبين مهمه جدا خاصه هتبقى مقبل على معترك كبير جدا سواء بدءا من مباراه السوبر الافريقي ثم تباعا مباراه الدور التمهيدي لدوري ابطال افريقيا ثم في مباراه دوري ثم سوبر افريقي موسم صعب جدا بالامس كان لها احاديث جانبيه مع بعض اللاعبين يا مريم اللعيبه عندها خلاص احنا الامر الخمس بطولات بيزود يضع ضغط على اللاعبين لكن بيزود الدوافع بالنسبه للاعبين للمرحله القادمه، اللعيبه بتقول السنه دي احنا عندنا بنتكلم في تسع بطولات، احنا جمهور النادي الاهلي مش هيقبل او يتقبل الا ان انا اخد من التسع بطولات العشره مش السبعه ولا الثمانيه، فده امر مهم جدا العقليه والشخصيه اللي عند لعيبه النادي الاهلي اعتقد منعكسه في كلامهم منعكسه في تدريباتهم، خلاص كل لعيب عارف يعني البرنامج بتاعه والسيناريو بتاعه فان شاء الله مردود ده كله يا مريم كريم ان شاء الله ان شاء الله يعني على المستوى الشخصي من اللي احنا لامسينه وشايفينه
متفائلين جدا باللاعبين الكابتن الخطيب وحرص دايم على يعني رغم الظروف الصحيه، لكن خلينا نطمن كل جماهيرنا وجماهير النادي الاهلي حريص ان يطمن على كل التفاصيل، بيعقد جلسات مع اللاعبين اكتر من جلسه بيتكلم مع امام. خلاص يعني امام جوه اجواء النادي الاهلي اصبح واحد يعني كانه بقاله كتير جوه النادي الاهلي، دور كبير لكهربا في هذا الامر. اللعيبه الجديده رضا سليم خلاص انتصر ودخل خلاص الاجواء مع لعيبه النادي الاهلي. كريم ميدفيد اللي واحد من كباتن الفرق يعني بالمناسبه هو الترتيب الخامس في كباتن فريق النادي الاهلي، صلاح محسن اللي يعني اعتقد ان شاء الله هيكون ليه دور كبير جدا مع النادي الاهلي هذا الموسم. اجواء ان شاء الله يا مريم كريم هيكون مردودها باذن الله بدءا من مباراه السوبر الافريقي باذن الله. طيب احنا طبعا كلنا شايفين ولامسين يعني ان شاء الله للمعسكر ده في النمسا هيبقى له انعكاسات طيبه جدا على سكواد النادي الاهلي، بس احنا عايزين نقف معاك بحكم طبعا ان انت اقربنا للسكواد وحاضرهم يوميا وشايف بنفسك وبعينك. التفصيله اللي انا عايز اعرفها منك اللي هي تفصيله الاندماج، يعني اندماج العناصر الجديده اللي اضيفت او اللي انضمت مؤخرا للسكواد الى اي درجه متحققه في معسكر النادي الاهلي في النمسا، ومين اهم العناصر اللي مساعده على تحقيقها؟ يعني النقطه دي مهمه جدا في غايه الاهميه يا كريم. يعني انت بتحتاج دايما في البدايه انضمام اي لعيب ياخد فتره ان هو يكون مع الفريق يبدا ياخد في الاجواء. في اوقات كتير جدا انت بتبدا الموسم خلاص بالمباريات اللعيب ما بياخدش وقت، ما بيلحقش ياخد وقت، فبيضطر ان هو اندماجه يجي مع المباريات. لكن هذا الموسم الوضع مختلف شويه، الوضع مختلف بالنسبه لك ان في فتره اعداد اللعيبه يوميا، انت بتتكلم على مدار ساعات اليوم موجودين مع بعض. خلاص الامر ده كان مهم جدا في اندماج لاعب زي رضا سليم، لاعب زي امام عاشور. امام عاشور الدور الاكبر لكهربا، يعني كهربا مع امام عاشور يعني تقدر تقول بقى يعني ثنائي متناغم. الكابتن الخطيب دايما بيتكلم مع كهربا سواء في كلامه مع رضا سليم او مع كهربا، حتى كهربا يقول لهم انا بعلمهم علام ولاد النادي، فاعتقد بتبقى من الحاجات الجميله. رضا سليم طبعا اندماجه خلاص يعني دور كبير جدا طبعا لعلي معلول. الكابتن محمد الشناوي في بدايه الامر، الكابتن الشناوي يعني كلامه كله مع كل اللاعبين، يعني انا بلاقيه يعني بيقول لي رضا سليم اي حاجه انت عايزها انا في ظهرك، يعني انا بقول لك باللفظ فعلا، يعني انا كابتن الشناوي بيتكلم رضا سليم اي حاجه انت عايزها انا في ظهرك، انت هنا اخونا، انت معانا، احنا كلنا اسره عيله واحده. امور كلها بتدي اطمئنان للاعب. تبص على ملامح رضا سليم وهو بيتكلم او هو يعني بيتحدث بيتجول في مقر الاقامه، لا خلاص هو متعود على الاجواء. رضا سليم قال لك انا جاي احقق احلامي اللي انا يعني بحلم بيها من اول ما لعبت كوره مع النادي الاهلي، عندي احلام كتير جدا وشايف ان المكان الوحيد اللي في افريقيا اللي هيحقق لي الاحلام دي هو النادي الاهلي. اللعيب عنده الفكر وعنده العقليه. من الامور الثانيه المهمه جدا اللي بتساعد عمليه الاندماج الدور المهم جدا لكارلوس المطور الاداء، يعني مطور الاداء بيشتغل شويه. الكابتن اسلام يتكلم في هذا الامر باستفاضه اكتر، ان الاهلي بينضم له في الجهاز الجديد او في هذا الموسم مستر كارلوس، ده مطور اداء ومكتشف مواهب، فبيشتغل مع بعض اللعيبه اللي عندها بعض النواقص. يعني زي ما قلنا في لعيبه بتلعب بالقدم اليمنى مستر كولر بيحتاجها في اكثر من مركز، زي خالد عبد الفتاح بيلعب ظهير ايمن، بيلعب قلب دفاع، بيلعب ظهير ايسر، بتحتاجه في اوقات كتير جدا. فمستر كارلوس بيشتغل معاه انه يجيد اللعبه بالقدم اليسرى. لعيب زي زعلوك شايف اللي عنده المستقبل في مركز المهاجم، بيحاول يشتغل معاه على تطوير انهاء الهجمه بشكل مميز جدا. لعيب زي رافت خليل بيلعب بالقدم اليسرى، بيشتغل معاه انه يلعب بالقدم اليمنى. الامور دي مديه يعني رضا سليم ايضا مع امام عاشور، الامور دي كلها مديه للعيبه خلاص في يعني مجموعات مهمه جدا، في دور للاندماج مهم جدا سواء في التدريب سواء خارج التدريب بالالعاب الترفيهيه. يعني زي ما قلنا كريم نهائي بطوله الالعاب او بطوله البلاي ستيشن ما بين اللاعبين كانت انتهت بفوز طاهر على احمد نبيل كوكا 6-1، بالامس حسين الشحات فاز ببطوله البينج تنس الطاوله، فاز بعد ما غلب في النهائي زعلوك
ففي امور مديه اندماج للعيبه، في جانب ترفيهي او فني شويه مقرب الامور من اللعيبه. ان شاء الله زي ما قلنا مردودها باذن الله يكون في هذا الموسم بدءا من مباراه السوبر باذن الله ان شاء الله يا فاروق. طيب اخيرا خلينا نطمن منك بقى على صحه كابتن خطيب، هل خلاص غادر الى فرنسا لاستكمال بقيه الفحوصات الطبيه ولا يعني لا يزال موجود في النمسا؟ خلينا نطمن منك اكتر يعني، لان كل جماهير النادي الاهلي اكيد حريصه ان هي تعرف صحته بقت عامله ايه دلوقتي. يعني بطمنك يا مريم، يعني عارفه قيمه الكابتن محمود الخطيب. الكابتن الخطيب يعني في كل الظروف بيتحامل على نفسه من اجل يعني متابعه كل الامور، بيتابع امور كتير جدا مع الجهاز الاداري مع الجهاز الفني، عايز يشوف اللعيبه محتاجه ايه، الجهاز الفني محتاج ايه. لكن لما بقى كلمه الكابتن لا لسه موجود معانا في النمسا، هيكون طبعا موجود في المباراه الوديه طبعا، وثم طبعا هيكون الكابتن هيغادر الى فرنسا ان شاء الله بعد طبعا اليوم. هيكون الكابتن يتوجه الى فرنسا لاستكمال البرنامج العلاجي للكابتن محمود الخطيب اللي نتمنى له يا رب السلامه وربنا يحفظه. في امور احنا لامسينها من بعض الجماهير اللي بتبقى حريصه انها تبقى موجوده عشان تتصور مع الكابتن الخطيب، يعني في بعض افراد الجاليه المصريه بالمناسبه منهم ناس زملكاويه كانوا حريصين يقول لك احنا جايين نتصور مع الكابتن الخطيب، احنا جايين نتصور مع اسطوره في الرياضه المصريه، ايقونه اللي بنتشرف بيها قدام العالم ان احنا عندنا حد بقيمه الكابتن محمود الخطيب. اعتقد كلها يعني امور ان دلت بتدل على اولا حب، ده نعمه من ربنا، ربنا وهبها للكابتن محمود الخطيب، قيمه ومكانه الكابتن الخطيب وقيمه ومكانه النادي الاهلي. جميل كالعاده، بنشكرك على هذه التغطيه الوافيه كالعاده، برضه ده مش جديد عليك. عن طريق بقى التي في يو يا كريم، عن طريق التليفون يا الحقيقه فاروق قايم بالواجب معانا، عن طريق كل الوسائل. شكرا. كنا ما عندناش شك ان اكيد هيبقى الكهرباء تحديدا يعني دور مهم جدا، زي ما هو مفيد جدا في الملعب مفيد جدا كمان في التفصيل اللي كنا بنتكلم فيها من شويه مع فاروق، فكره تسهيل عمليه دمج المستجدين بالظبط، مش كده برضو؟ اه خليني الاول اشكر فاروق، الحقيقه تقرير مفصل جدا، عيشنا الاجواء كاننا موجودين معاهم. لكن في ثلاث حاجات مهمين جدا يعني قالهم، اول حاجه طبعا الكابتن خطيب وانه ربنا طبعا يا رب يرجعه بالسلامه ان شاء الله. وفكره إن قال حاجه من اللي انا قلتها، انه حد من جمهور نادي الزمالك جاي يتصور مع الكابتن الخطيب، في النهايه كابتن الخطيب ملك مصر كلها واسطوره، زي ما احنا ناس اهلاويه بنحب ناس كتير جدا في نادي الزمالك، اخلاقهم دايما عاليه، دايما بنتكلم على الكابتن حازم امام، نماذج بقى الاهلاويه كتير جدا اللي الزملكاويه بيحبوها يمكن اكتر بكتير جدا في النادي الاهلي. الكابتن محمود الخطيب قيمه واسطوره كبيره جدا لن تتكرر، يعني الى الان ما شفتش حد بالقيمه دي، والناس كلها مجتمعه على حبه، فده شيء جيد جدا نتمنى له ان شاء الله يا رب الشفاء العاجل. نقطتين كمان بقى مهمين فنيين شويه، قصه مطور الاداء، القصه دي مهمه جدا، لانه يعني من كام سنه فاتوا دخل علينا بقى الاناليسز، وانه يبقى في محلل اداء في جوه الفريق علشان يحلل اداء الفريق بتاعك واداء المنافسين، وده يعني ابتدى بقى في حد وبقى في اثنين وبقى في ثلاثه، اوقات مثلا في مانشستر سيتي تلاقي 11 محلل اداء اللي هم اللي بيحللوا اداء الفريق والفرق المنافسه. فكره بقى ان بقى مطور اداء ده ستيب 2، الخطوه الثانيه ان انا عندي حد بيحلل، حد ثاني ببقى عارف ان انا عندي ضعف في حاجه معينه، فالمدرب ده ازاي يشتغل انديفيدوال. الموضوع ده بقى مهم جدا، اهم حاجه في الدنيا انك في الفرق الكبيره يبقى عندك حد اللي هو اللايف كوتش اللي هو المدرب الشخصي. وبعض اللعيبه اللي نجحت بشكل كبير جدا سواء على المستوى المحلي او المستوى العالمي، اي حد فيهم عنده البرايفت كوتش، عنده اللايف كوتش، المدرب اللي بيخليه ينام ازاي وياكل ازاي ويصحى ازاي، لان في الاخر المدير الفني بيمرن 30 35 لعيب، مش هيقدر يؤثر على كل واحد بالشكل اللي يخليه احسن لعيب في الدنيا. لكن في النهايه اللعيب اللي بيركز على نفسه محتاج برايفت كوتش، محتاج ان هو يبقى عنده حد بيعمل له اناليسيز لادائه ولشكله، يشوف عنده ناقص ايه علشان يقدر يطوره. فبالتالي المدرب الشخصي ده مهم جدا انه يطور الامور الفنيه والفرديه اللي موجوده عند اللعيب. فان نادي بقى يجيب انديفيدوال كوتش او مطور اداء لعدد كبير جدا من اللعيبه او للتيم، دي حاجه مختلفه وغير مسبوقه، لان خد بالك طول الوقت ده مش هيشتغل مع التيم كله، ده هيشتغل مع النهارده مع اثنين، ياخد معاهم اسبوع مثلا لحد ما يوصل للحاجه اللي هو عايزها، بعد كده يروح لاثنين ثلاثه شبه بعض في نفس الحاجه، احتياجهم واحد، يشتغل معاهم لحد ما يوصل للتارجت، فدي كمان حاجه مختلفه تماما. انصهار بقى اللعيبه وان في دور لكهرباء او في دور للشناوي، دي عاده بقى ورثناها من زمان جدا، انه اي حد بيدخل اول ما يدخل اوضه اللبس خلاص
خلاص الموضوع انتهى، ما بيسمحوش لحد ان ياخد يومين ثلاثه، ما بنسمحش يعني. فده دور طبيعي. وكمان كهربا كده كده واحد من ولاد النادي الاهلي، طلع ورجع لكن هو متربي اصلا في النادي الاهلي وناشئين النادي الاهلي. فانا سعيد ان كهربا الفترات الاخيره سنتين ثلاثه اللي في الاخر دول النضج اختلف بشكل كبير جدا، ادرك دوره وادرك من المسؤوليه الملقاه على عاتقه هو طبعا والشناوي وقفشه واللعيبه الكبيره اللي موجوده، هي دي طباع النادي الاهلي يعني. فالواحد سعيد جدا باللي بيحصل جوه النادي، وان شاء الله يا رب نامل يعني ان شاء الله. الحاجه برضو اللي قالها كمان مهمه، انه هنشارك في 9 بطولات عايزين نكسب ال10، هو ده قدر لعيبه النادي الاهلي وادارته وجمهوره يعني. ان شاء الله يا كابتن اسلام نورتنا وشرفتنا طبعا في 10 صفحات الاهلي خليك. ومن ضمن صوتنا لصوتك، واكيد ان شاء الله يكون موسم قوي جدا للنادي الاهلي. طبعا بكده تكون خلصت فقرتنا الحواريه الاولى، نطلع فاصل ونرجع لكم تاني بعد الفاصل ونستكمل فقرتنا الحواريه الثانيه في 10 صبح في الاهلي.